نصيحة لكل زوجة، وقبل لا أنصح أسأل الله أن يوفقك وتعيشي حياة حلوة وسعيدة مع زوجك مدى الحياة، ويبعد عنك الشيطان. ولكن نصيحتي، إذا شريت سيارة من الوكالة تبقى السيارة باسمك، إذا شريت بيت من جيبك الخاص يبقى ملكية البيت باسمك، طلع لك ورث من أبوك ولا أمك، لا تغيري الاسم إلى اسم زوجك، خلي شيء أي شيء حقك وملكك يبقى باسمك. لا تسوي مثل غيرك اللي الحين يطالب في المحاكم، وحدة شارية بيت وطلقت وأصبح البيت ملك لي طليقها. ليش؟ لأني غيرت الاسم، السيارة راح لطليقها، وصار البيت اللي أنت شارتنا ساكنة فيه زوجة طليقك. مع السلامة.